بلشت من هون من لبرا بعدين رسمت الكار. اوكي مين هول الاشخاص؟ اوكي اول شيء هون رسمت سبيكر مع صوت عالي ات ريبريزنت سارلين. حطيتكم سيمبول. بعدين حطيت انا مع انه ما بعرف وات اي ريبريزنت بحب هن يرسموا شيء. بعدين حطيت وجه وذ ميك اب انه بيوتي وهيك يعني عبله. بس اذا لاحظت كلهم موصولين كاز وير وان فاميلي موصولين مظبوط. يس بس هون جيرلز وهون بويز. هون حطيت عيون انجا مبينين والشخص عم بيضحك يعني نادر لانه بس يضحك بيختفي عيونه. اكثر واحد بيضحك انه ايه بيضحكنا كثير ايه. بعدين حطيت تعليقه لانه عندنا هون الفاشينيستا مؤيد بغدادي قعدت لكل حدا اللوجو بيختص وهون البرينز لانه سمون از فيري وايز هير هيك فيلسوف هيدا هيدا هو هارت. Okay, so it's clear and obvious. Okay, TV, TV, Ashi. Anna, Sally, this is mine. أنا أزعل لو ابتديت أعمل حاجة مش أوكي مين اللي بالأخضر؟ بمين بلشت أول شيء؟ الأخضر هو مؤيد طبعاً. هذا كأنه ريك ريك أند موري إيش ده؟ He's full of energy بس باي ذا واي his hair it represents energy. أول ما أصحى ده مو دحين. يس هذه سارلين أنا أي سي هير لايك يعني ذا سمول فاشينيستا أول بينك. كلهم بيشوفوا كيف فاشينيستا ذس وان اي دونت ما اعرف شلاش محمد بشوفك ديما لابس نايكي دعايه لانا ود الشعر وبيربل يعني بيربل شعر يا ميك سنس اند ذن طويل فينا كلنا نادر انا بالشعر الاحمر بس ليه ما عندها عيون وتم و اي دونت انا لاحظت هنا يا سارلين درت لها كعبه سارلين درت لها كعبه ومحمد درت لي سنيكرز انا كان نعقل على الناس بالشوز ديالهم عندي مشكله يعني اوكي اكثر من بس هما عندهم شباب بس اللي عندهم العيون والتم لان البنات اهم اكثر شعر اوكي هون حطيتها اكثر اهميه للشعر للشعر ومؤيد كمان اكسبشن هون شعره هيك طالع انا ماني عارف كيف ارسم شعري دحين هو مربوط متورط في الربطه كيف ابين الشخص اخر شيء مين اللي بس انا شعري احمر اوكي انا ام اولموست دون It's interesting, by the way. Really? فيها فيها تحاليل. تحاليل؟ ايه. رائعة فنية. يال. ماشي. الله. روعة الزمن الجميل. ده الاستوديو بتاعنا. اوكي. واضح ولا هو كتير من واضح. مين حياتي؟ كتير من واضح. دي اللي احنا فيها دلوقتي. تمام؟ باينة قوي يعني ان هي ترابيزة ودي الأشخاص. وفي لا في تانية هي بس أنا. تانية اوكي. وأدي الكاميرا. الكاميرا طبعًا في كاميرات كتير بس يعني عشان الوقت. ده البار. اوكي ده المكان اللي ورا تمام الدوائر دي الاشخاص فين بقيت اجسامنا تحت الترابيزه مش باين ما في اجسام يعني لا ما فيش اجسام في بس روس هي الراس بس كمان انترستينج صح بتعبر عن الشخصيه اكيد انا بستسهل الموضوع محتاج اعمل لك اجسام هتفرق ابدا معي. شو سله الوصل بيناتكم يعني يعني كيف متقاربين الترابيزه الطاوله هي اللي جمعتكم الترابيزه اوكي طاوله الطاوله هي الامان هون لايف بس ده هنا في الاستوديو انما احنا بنتجمع تاني في البيت بلكي بتختلف الصوره انا بقى البيت هنا انت رح تشوفيهم كلهم هلا وبالاخر بتقولي لنا شو لقيتي كونكلوجن وبتعطينا شيء ان كومن بين كل الرسمه اوكي 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 طبعا هذه رسمتي تفضل اول حاجه المفروض الطاوله كانت تحت بس ما اعرف انا فكرت فيها فطلعت هي فوق خلاص مشي حالكم بس اعتبروها بالعكس عندنا طبعا هنا اول حاجه محمد الخليلي معروف بشعره شعره كل ما اعطاه زياده الستايل العراقي المعروف ايوه هنا طبعا لانا دائما تسرح شعرها على جنب بعدين عندنا حفله عبله هنا بالشعر الاحمر بعدها هي تجي سارلين بالشعر الاصفر بعدين نادر اطول واحد مره طويله مين اللي تحت بعدين هنا وانا داخل في الحلقه اول حلقه جيت هنا لانه تاخرت عنهم شهرين فدخلت من هناك فين ايش داخل ومتحمس بالنظاره لابسه انا حاولت قد ما اقدر ارسم ولونت بعد فهذا نادر اطولنا
ولبست تيشيرت زرقاء. هذا مش تيشيرت زرقاء، هذا لا 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 في اهميه كثير. زين هذا جينز جاكيت، لانه هو مره يعشق الجينز جاكيت يعني على البلو. هذا الحبيب حموش، انزين شعره شيء يعني على فوق زي العراقيين، ولابس تيشيرت نايكي اورنج. انزين هذا كيرلي هير ونظاره مؤيد. انزين ان شعره كيرلي هو يعني الحين هذا فيك، يعني هو شعره الحقيقي حلو برا كيرلي. هذه لانا مع شعرها الويفي، اوكي شعرها البني الويفي. هذه انا احب الالوان النيون، شعري اصفر متعوده عليه. طبعا دي عبله مع لوجو براند، لان هي تحب البراندات مره، وشعر الاحمر. وهذه الام بي سي يعني عباره عن الشيء اللي ربطنا كلنا وخلانا مع بعض، انه اور هوم. اوكي صح، كلكم حطيتوا بعد شيء؟ يلا يلا نخلص. اوكي الفينالي البيكاسو فينالي. اوكي سو بيسكلي اول شيء احنا الفيو عندنا بالفندق يطل على البحر، وكلنا من عشاق البحر، فهذا شيء يجمعنا. كلنا تحت مسمى التلفزيون، هذا همين شيء يجمعنا. راح ابتدي بنادر، حطيت كاميرا جنبه لان يوم من الايام ان شاء الله هو ناوي يكون ممثل. اوكي هو اصلا ممثل، هو اصلا ممثل صح، بس راح يكون العالميه ان شاء الله. مؤيد حطيت موسيقى حواليه، لان دائما لما يجي للشقه عندي يحط الموسيقى عند الباب وما يدق. عندي لانا حطيت السمايل، لان ما شاء الله عليها دائما طاقه ايجابيه ومبتسمه والروح الحلوه. حطيت يمسارلين الموبايل، لان اكثر انسانه شفتها تحب السوشيال ميديا وتحب الظهور وتحب يعني عندها توجه معين براسها، وانا اقدر اقراه. عبله حطيت كاميرا وفلاشات، يوم من الايام اقدر اشوفها الريد كاربت ولوت اوف فلاشز شاينينج اون هير. زين حطيت الساتلايت، لانه دا احس هذا الشيء دائما هو دا يراقبنا من فوق اللي دا يجمعنا. حطيت الجبال مال لبنان والنجوم، واحنا الستة على السطح، لان لما كنا باللوك داون كنا نصعد فوق ونمضي الوقت هناك، حتى يعني مثل الاستجمام. كنت اسألك اللي حطيتهم فوق طلعت لانه it represents the roof. الروف احنا صعدنا قاعد فوق. بس دحين لو تدينا حق ترتيل عرفت يا ويلنا. بس الوحيد اللي رسم بيت. ايه بدي تعطينا خلاصه بسرعه لانه الوقت عم بيدهمنا، شو لقيتي one thing in common بين كل رسماتنا؟ برمون شوي. اوكي اللي هي اكيد اول شيء الحب، تي في ام بي سي، والكوميونيكيشن بيناتكم كلكم قراب لبعض، وفي ا جود كوميونيكيشن ويتش مينز سبيشال بوند بيناتكم. زين اخر سؤال،